السلام عليكم. شو بدي زاد كل عادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على المقابلة تاع الأرجنتين إيسلندا. اليوم مقابلة كانت كيما نقولوا هنايا الأرجنتين الشوط الأول خاصة وين شلنا كان كل أنظار متجهة لميسي ونساو لعاب أغويرو اللي شلنا كيفاش تكلموا على الأهداف تكلموا الأهداف شلنا الأغويرو كيفاش بعمل فردي وين غلط كاع الدفاع تاع ايسلندا وغلطهم ودار ضرب رونبوا وسجل الهدف. الهدف جميل، قذيفه قويه، هدف لم يكن متوقع في ذيك الدقيقه. مش انا واحد من الناس كي شفتو يدور كلش ما كنتش متوقع باللي غادي يسجل وغادي يدور ويتيري. هذو هما المهاجمين الكبار. ويشنا عمليه مراقبه لاصقه على ميسي، وهي تنجم تقول هذا المدرب تاع الراخي، المدرب خطه هو مخلي ميسي باش ينشع اللعابه ثلاثه اربعه ديما الفريق الخصم ومنهم ايسلندا ديما خاسره تروا جوير في الدفاع خاسره، خاطر علاه عندها ثلاثه زوج مراقب زوج يراقبوا غير ميسي، وين يخلي ميسي ولا يجبد شنا ميسي كيفاش ولا يجبد على لي كوتي ويسمح ويدير المساحات للاعبين لاصحابه ويخلي المساحات فارغه في الدفاع تاع الفريق الخصم. وين شلنا ايسلندا فانيك ايسلندا الفريق العنيد وشلنا فريق الارجنتين في الدقيقه 8 والدقيقه 12 وين ضيعوا اهداف. وشلنا في 19 دقيقه كيفاش اغويرو هدف جميل سجل هدف جميل عن طريق عمل فردي وقذيفه قويه. وشلنا فانيك بعد 5 دقائق ايسلندا هذا الفريق العنيد، الفريق اللي ما يعرفش الفريق الكبير ولا فريق صغير، فريق اللي يامنوا كيما يقول لك بالمنتوج تاعهم ويامنوا بالقوه تاعهم وين لعبوا امام واول مشاركه فانيك واول يعني انجاز تاريخي امام فريق كي نقولوا فريق الارجنتين نقولوا ميسي، وكي نقولوا ميسي يعني الارجنتين فريق كبير وين سجلوا هدف بعمل جماعي وين فرضوا سيطره كامله على الارجنتين وزعمك علامه كامله بالنسبه لهم. اول مقابله في المونديال، اول مشاركه وين اول انجاز هدف كيما نقولوا حنا ماتشين نتيجه بمعنى كيما نقولوا كي نشوفوا هزيمه الارجنتين والفوز ايسلندا. هذوما الفرق والفريق العنيد، يعني هذا الفريق فريق عنيد وفريق اللي غادي زعماك ما يخرجش بكل سهوله. هذه هي. وميسي اللي اصبح سخريه وين ضيع هدف ضربه جزاء. شلنا البارح كيفاش واحد سجل ثلاث اهداف وواحد ضيع بيناتي. هذه هي وهذه كره القدم.